مين من اللعيبه اللي انت برضو خلي بالك عندك مجموعه من اللعيبه الصغيره اللي انضمت في طبعا. الصفقات دي، عندك لعيبه مبشره، لعيبه ممكن يكون سنها صغير بس عندها امكانيات كبيره برضو. العين اللي اختارت محمد عاطف مثلا من طبعا طنطا، لعيب انك كبير. تروح وتتفرج على دوري المحترفين وتبقى شايف ده، ولعيب حريف شبه نادي الزمالك، شبه اللعيبه اللي بيحبها جمهور نادي الزمالك، شباب لعيب مصطفى حريف فتحي عنده واللعيبه ظهر اللي هي بتاع اللي احنا بالظبط. بنحبها وشيكابالا واللعيبه اللي احنا بنحبها، وكمان احمد حمدي. انا دي محمد اكتر بالظبط صفقه عجباني انا كمحمد ابراهيم، لان احمد انا كنت ماسك الجيل بتاعه في الزمالك، فلعبت ضده وهو في النادي الاهلي، فكان لا لعيب كبير، لعيب كبير كبير. فلا يعني محمد عاطف زي ما انت قلت صفقه، اتمنى بس ان هو الناس ما يعني ايه ما تكبرش الدنيا دلوقتي. يعني ولد ما كان تستعجلش في يعني الحكم. لو اي كان بيلعب في طنطا، طبعا نادي طنطا نادي محترم ونادي كبير، بس مش بحجم نادي الزمالك ولا السوشيال ميديا ولا الاعلام ولا الضغط اللي هيبقى فيه. فانا اتمنى الناس يعني ايه واحده واحده على اللعيبه دي هتتالق وهيكسروا الدنيا. طبعا في اسم انت لسه قايله، مصطفى فتحي. مصطفى فتحي مصطفى جاي من فتحي، نابارو، فبرضه بقى مصطفى فتحي هو في نادي الزمالك. بقى لعيب طبعا الحريف ده بيبقى عنده حته ايه اللي هو ما عنده ثقة في نفسه، ما بخافش، عنده ثقه في نفسه ما وهجام بيقلقش. ما وكمان احنا بيقلقش عندنا ميزة بالظبط. خلي بالك، الدوري يعني ما فيش الجمهور اللي هو مقفل الاستاد يخلي اللعيب يقلق. بس احنا طبعا جمهور الزمالك يعني على قد التيكت اللي بيبقى موجود بيقفل العدد، فاهم؟ بس ما فيش الفول تي يعني الفول كاباسيتي ان احنا بنتكلم فيه، ان انت تقدر اللعيب يتخض زينا زمان. مثلا احنا كنا بنلعب يعني والجمهور زعلان 50,000 و40,000، ده كده يعني كده الاستاد، بص كده يا جماعه احنا يعني الاستاد فاضي النهارده ليه؟ فدلوقتي يعني ده 3,000 و5,000 ده رقم الموضوع بقى مهول. دلوقتي 10,000، هو بيزيد كل شويه مهول يزيد يعني، على فاهم؟ فكره. بس فيعني اتمنى ان الجمهور يبقى داعم للعيبه دي، هو جمهورنا كده كده داعم لاي ده في لعيب كل بيلبس الفترات. التيشيرت الابيض. طبعا جمهورنا ما شاء الله عليهم جمهور عظيم، داعمين لكل لعيبتنا. ان شاء الله يعني نتمنى ان اكبر عدد من الصفقات يتالق في وقت قليل،